اجيب له قصه، في شوكولاته ولا في قصه ولا في اشي. تعال شو فكسي. سؤال. شو بلا عنف؟ مش عنف. امبلا عنف. سلام. نعم. ايش يعني عنف؟ شو بيقولوا؟ عنف الشجره، يعني الشجره لها عنوف. عنوف؟ عنف كبير، عنف صغير، وإلها جذع كبير هذا الساق، وإلها عنف من فوق، هذا هو العنف؟ إلا لا مش هذا. مين؟ وراه. مين بيعرف شو يعني عنف؟ تعالي 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 اشرحي لفوكسي شو يعني عنف. وحياته بلاش تضلكوا رايحين جايين ورا، تقدروا تمرقوا من قدام. طيب شو اسمك حبيبتي؟ أبيت. شو عم تعمل؟ عطريها علي بشمها. ايش اخبارك؟ مارادونا عينين. فوكسي. شو نسيت اشي انت هون؟ يلا سريعا. بتعرفي شو يعني عنف؟ يلا. يعني احنا نضربش بعض. العنف انه نضرب بعض، مزبوط؟ وشو كمان؟ نقطع الشارع. نقطع الشارع. ايش يعني عنف؟ قصدي نقطع للشارع، نقطع. نقطعه؟ لا هي هيك صارت عنف. مظبوط، ممنوع نقاتل وممنوع نضرب. انت بتحبي تضربي حدا؟ بتحبي حدا يضربك؟ برافو عليك. انا بحبش حدا يضربني. لا فول هاي اعملي هيك، اعملي هيك. يلا روح انا وحدي. انا اشطر منها. عايش عايش كل شوي انت اشطر انت اشطر، اسا ليه انت اشطر؟ انا بعرف غلالي عن العنف. هيا والنوية. هاي تبعت هيفا وهبي. هيفا وهبي؟ هيفا وهبي؟ لا للعنف، لا للعنف. هاي بوس بابا اضرب بابا عنف. فوكسي. هي مش هاي؟ لا. طيب طبزي حياك. ايه. لا للعنف والخصام. التفاهم بالكلام. بالظبط. كلها حفظها حتى وانا مغمض شوفي. علمني علمني. وانا مغمض اعلمكم اياها؟ يلا ايدي اليمين لفوق، ايدي الشمال لتحت، بتعيد وراي بصوت عالي. لا للعنف. لا للعنف. مش سامع. لا للعنف. لا للعنف. لا للعنف. لا للعنف. وحاول له. ويا ولو. ويا حلالي يا مالي. او لا للعنف. والبرر شو؟ العريس والعروس نزل على السلام. اي عريس واي عروس؟ مش هاي؟ لا مش هاي. عمو دمدم. انا بقول له لعمو دمدم، ايش بدك اقول له؟ قولي له واحد للعنف ورغي فلافل. فلافل براسه. بعطيش فلافل وهيك. يا ريت. وين الكف الحامي؟ لفوق لفوق كف حامي. جمع قلوب الناس وبتعطينا الاثنين. لا للعنف والخصام، التفاهم بالكلام، ليش تأذيني وليش أذيك يا وأمل المستقبل، لحياة في بلدنا أفضل، شبهة وزاد عنا محبتهم. انتم انبسطتوا؟ مش سامع انبسطتوا؟ احنا كمان انبسطنا معكم كثير. قبل ما نروح نسمع كف حامي لسناء اللي اسمها ناهد. وين كف الحامي لناهد؟ شكرا لكم كثير، نتأمل تكونوا انبسطتوا. نسمع كف حامي لفوكسي طارق روحانا من حيفا. وين الكف الحامي لطارق؟ شكرا لكم حبايبي، كل عام وانتم بخير. انتم كمان غناني؟ غناني؟ غناني يلا، بس مش تقعدوا تتفرجوا على الغناني، انتم ترقصوا. يلا كل بالنص، احلى غناني احلى اولاد. الى اللقاء.